رسم ونقش وإبداع وفن، تحيك تفاصيله نقشة الحنة التي ترسمها نهى بارجة بيد ناعمة تغلبت على الظروف المحيطة بمساعدة والدتها التي استطاعت أن تشارك في معرض عظيمات بدورهن تزامنا مع يوم الأم في مدينة سيئون. شاركت اليوم في المعرض، كان قبال الناس كبير ما شاء الله، وردود فعلهم كانت ما شاء الله كلها حلوة، كلهم شجعوني وحسيت أنه في إقبال كبير عليه. المعرض ساعدني جم على أنني أعرض مشروعي اليوم. معرض لفننا حكاية، شاركت فيه 30 امرأة لعرض الأعمال التشكيلية بأركان مختلفة لتطوير الفن الحضرمي لديهم بمبادرة مخصصة للنساء اشتملت على الرسم الطبيعي والسرياني والتجريدي إضافة إلى الركن التراثي. ينفذ هذه الفعالية فريق مختص بالنساء، يعني كل أعضاء هذا الفريق من النساء الفنانات، وهذا يجسد عظمة دور المرأة ومكانتها ورقيها بأنامل أنثوية جسدت بعض اللوحات. سعى القائمون على المعرض لإعطاء الأمهات الرسامات والفتيات مساحة لإبراز إبداعاتهن في بيئة مناسبة تعكس عليهم توجيه مواهبهن نحو الأفق المفتوح دون وقوع منغصات تذكر. شكرا لكل أم تعبت وسهرت وكافحت حتى تطلع جيل واعي وفاهم، فمهما قلنا بحق الأم بيظل قليل. فن الرسم وسيلة للتعبير عن الأفكار، فمنقوشات الحنة أو الرسم على الفحم طابع خاص للمرأة الحضرمية، فإبراز مواهبهن وتوجيهاتها نحو البلوغ للمكانة التي تستحقها يجب أن يكون تحت مكون ومسمى واحد، فالأم مدرسة بطبيعة الحال.